من خلال الفريكونس نتاعنا 106.9 تشاهدونا ايضا بالصوت والصوره في اللايف ستريمينغ تلقاوها بدا حاليا في القناه نتاعنا على يوتيوب سون غون برشا مواضيع. وفي الحصه نتاعنا اليوم كالعاده من توا حتى النصف نهار ونصف تنجموا تشاهدونا على قناتنا في يوتيوب كما قلت باش نحكيو في المواضيع نتاعنا اليوم من توا كما قلت ثلاث ساعه ونص مع ضيوفنا اليوم مختار دبوس. مرحبا. مرحبا بك سلام. مرحبا بجميع ضيوفك ومستصبحك اليوم باش نقعد بالمرايات خديت هوية على عيني. لاباس شنو الأمور؟ والله سهرت أنا مرة نهار السبت. برا المشاكل يعملوها. وين السهرين؟ لا ما نجمش نقول حاجة خفيفة. أما ضربنا الهواء الصباح. الأربعة نتاع الصباح. ها هو جا لاباس عليه. لاباس عليا. أنت لابس بولين. اسكندر الحجام زميلنا وصديقنا من التلفزة الوطنية. مرحبا اسكندر. تحية ليك سلام وضيوفك وكل مستمعين إذاعة نسك بطبيعة الحال. ما راني ما سهرتش معاهم. ماكش معاهم؟ خاطر هي تو مختارة معلومة غلطة. سهرنا هما صبحوا. الصباح روحنا ريت التوام مختار خويا. وين شنو الامور؟ اهلا بيك. مرحبا بيك سلام. مرحبا بالخيان. صحيح المعلومه اللي قالها على غلط. لا والله من كثر ما يطلب لي مروان رسبت كل صارين مع بعض يطلبك. اه فما يشرو عندك من 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 ال11 ل4 نتاع الصباح ديما عادي يعمل ساعه ساعتين وهم يحط فيديو. ثابت القاهري مرحبا. مرحبا سلام. مرحبا بالسيد المستمعين ومرحبا بالسيد الضيوف. مرحبا بصاحبي اسكندر. عندي مدة عليه مدة طويلة. مرحبا طويلة. بيك فرصة 10 سنين بتيتر من آخر مرة ظهر حضرت في التلفزة معك جكروا 10 سنين فما 10 9 سنين هاي جات فرصة وسلام لم نأتي الصحة. مرحبا بكم الأولاد أعطيكم الصحة. باش نبدأ حديثنا مع النادي الفريقي وباش يكون في موضوعنا اليوم تصريحات قيس اليعقوب اللي كان ضد اللاعبين الجزائريين ولانسينا سونداج تلقاوه حاليا على القناة نتاعنا في يوتيوب سونغون. هل أخطأ قيس اليعقوبي بتصريحاته ضد اللاعبين الجزائريين وكذلك الكلام اللي قالوا حول دفع الفلوس للاعبين هذو من أجل القدوم للعب مع الجزائر؟ بعد شوية باش يكون معنا صحافي صديقنا من الجزائر كريم بوزار باش ناخذ من عنده أكثر ردود أفعال حول التصريح هذا اللي كان في الجزائر. لكن قبل هذا الأسبوع الماضي كان خرج أخبار حول القضية اللي رفعها عدد من جماهير النادي الإفريقي ضد سليم الرياحي واللي ربحها ربحوها المحامون ذوما في القضية المتعلقة بالصفقة ديارة اللاعب السابق للنادي الإفريقي. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع محامي سليم الرياحي الأستاذ نبيل السبع موجود معنا بالتليفون. سي نبيل أهلا بيك. اهلا بك سلام وتحيه للضيوف نتاعك وتحيه لكافه المستمعين. شنو الامور؟ الحمد لله لاباس سلام ان شاء الله في خير. سعداء جدا بتدخلك معنا رغم الالتزامات المهنيه نتاعك استاذ. يعطيك الصحه لقبول الدعوه. بارك الله فيك. به تفاجئنا شويه الاسبوع الماضي. اعتقدنا انه صفحه سليم الرياحي ما نقولوش انتهت لكن تسكرت شويه في النادي الفريق الفتره اللي فاتت. لكن الحكم اللي خرج يبدو انه خلى اسمه يرجع يطفو على السطح من جديد. صحيح اسلام. هو انا عندي تصحيح. القضيه ما قاموش بها جماهير النادي الافريقي او البعض منهم. القضيه هذه قامت بها النادي الافريقي في مرحله ما الهيئه المديره اي نعم في رئاسه الهيئه التسييريه اللي وقتها على راسها السي مروان حمودي. واضح اوكي ممتاز. اذا القضيه هذه عرفت يعني العديد من مراحل من البحث للتحقيق ثم في النهاية فهمتني مشات الدائرة المتكلفة بالقضايا المالية. والحقيقة هو سليم الرياحي خرج في وقت من الأوقات في فترة مؤخرا وعبر على نيته في العودة لتونس. احنا من ضمن اهتماماتنا يعني الملفات اللي عنده فما الملف الكبير اللي الناس كل صارت تعرفه فهمتني اللي هو قضية تبييض الأموال القضية الكبيرة هذيك فهمتني اللي موجودة واللي صدر فيها حكم غيابي ثم انضافت لها القضية هذه. احنا على علم بينشير على بينا بالملف هذا لكن الحقيقة كنا ننتظر أن المحكمة كانت باش تستجيب لطلب الدفاع يعني في التأخير لأن احنا كان باش يجي سليم الرياحي باش يعترض على الحكم الغيابي الآخر وبطبيعة الحال وباش يحضر في القضية هذه وباش يقدم المؤيدات نتاعو. فما رعنا أنه المحكمة يعني تمسكت بعدم تأخير ووصلت حكمها بصفة مستعجلة وبصفة الحقيقة غير مفهومة وغير مبرر. صدر الحكم بخمس سنوات سجن وقبول قيام الحق الشخصي يعني لهنا طلبات تعويض حكمت بتعويض مالي فهمتني قيمته تقريبا فوق 600 ألف دينار واللي هو معتبر هذاك المبلغ
اللي تم معناتها ايداعه في حساب السيد سليم الريح. انا باش نذكر شويه اللي القضيه هذه تعقد متعلقه باللاعب بوبكر ديارا. بوبكر ديارا هذا جاء في الموسم 15-16 تقريبا اذا كان ذكر في باهية، من عبى بعض المقابلات لهنا، هو نتيف 94، مولود في 94، جاء من وادي دجلة من مصر. لا 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 ولا بعد مشى وادي دجلة من بعد. آه أوكي. جاء من مازنبي. جاء من مازنبي. أوكي. جاء من مازنبي، هو صغير في السن وقتها 20 على 20-21، يعني هو كان حتى مام في الفانتيان وقتها فهمتني معناتها يلعب. الحقيقة الوليد كان مؤهلاته باهية والمقابلات اللي لعبهم كانوا باهين، تبقينا العناية والإحاطة والرعاية به ما كانتش كانت سيئة جدا. ما كانوش باهين يعني برشا مقابلات اللي لعبهم، نتذكر شوية ما كان ما عطاش إضافة كبيرة، ما عطاش، لكن كان ينجم يتحسن، كان ينجم يتحسن. عندنا بعض أولاد أخرين منهم جودال، هذا كان ذكرتوه، جودال دوسول بنيني، احنا وقتها فما مجموعة من أولاد الصغار، جودال كان يسكن في البارك في جودال دوسو، يعني مشى لفرنسا من بعد لعب في فرنسا. هذا كان يسكن في يعني في مركز كوين غادي. تبقينا ابو بكر ديارا كان متزوج وعنده بنيه وكان يسكن في كراولو دار. الحقيقه وللامانه ان الموضوع هذاك نتذكره بالكدا، اللي دوليد هذا عاش وضعيه سيئه ورديئه للغايه، يعني في الكراولو يسكن يبات على جراية، ما عندوش حتى مصروف باش يتنقل في تاكسي، والحال أنه يرى في زملائه معناتها اللي يلعبوا معاه معناتها واحد، والحقيقة حتى الأجرة متاعه والسالير متاعه وقتها ما كانش معناتها والمنح ما كانتش كبيرة، فالوضعية هذه خلاته بطبيعة الحال هذا ما هوش مسؤول عليه رئيس النادي أو الهيئة المديرة، هذا المسؤول عليه الناس المحيطة بالنادي اللي في علاقة مباشرة، يعني نقولوا احنا المدير الرياضي رئيس الفرع المكلفين الكل إداريين المسؤولين على النادي، خاطر الإدارة ما هي شيء اللي باش تتكفل يعني بالإقامة وبالسيارات الإيجار إذا كان فما تأجير سيارات ولا يعني الوليد مشى ولكن كان محق في المشي نتاعو، لأنه فهمتني كان باش يطلب الفسخ اللي هو فسخ وجوبي، بقى فترة كاملة ما خلصش وقتها، فانقاذا للموقف، يعني باش الموقف تم انقاذه كي مشى الواد دجله بطبيعه الحال دخلوا ولاد الحلال هذوك هما كان الوكلاء اللاعبين فهمتني هزوه حولوا له فهمتني الوجه نتاعو، وبطبيعه الحال يعرفوا اللي هما على حق انه في كل الحالات الفيفا باش تقبل له يعني الفسخ مؤقتا، هو باش تعطيه يعني الليسونس بروفيزوار هذيك في انتظار البث في الموضوع نتاعو، وكان باش يطالب النادي الافريقي ببرشا معناتها برشا بمبالغ ماليه اللي هي مستحقاته اللي هي نتاع كامل العقد، نذكر وقت العقد على امتد على 3 سنوات في اطار تسويه، لان عرفنا اللي الموضوع تخسر لافون، ولينا صار تنسيق بطبيعه الحال، صار تدخلات من بعض الاطراف، صار تنسيق، وادي دجله وقتها عوضت للنادي الافريقي بطبيعه الحال لانه هو سو كونترا وباش تربح الوقت وما تقعدش يعني في هكا التأخير والملاعب ما يلعبش، عوضت للنادي الافريقي على دفعات مبلغ مالي تقريبا قيمته هو بالدولار، لكن فهمتني معناتها ما يعادل بالدينار التونسي تقريبا 600,000 دينار او يفوق شويه. المبلغ هذا في الظرفيه هذيك وفي الوقت هذاك كانت فما عقل على كافه الحسابات نتاع النادي المفتوحه لدى البنوك، والاكثر من هذا انه النادي الافريقي ما كانش عندها كونتون دوفيز، يعني وقت باش تدخل العمله مبالغ بالعمله الصعبه ما كانش حتى حساب من حسابات النادي الافريقي ينجم يحتويه، فكان لزوما، وانا نقول لك توا لهنا راهو تدخل سليم الريحي يمكن الجريمه كان اللي نجم يرتكبها انه ما تدخلش الاموال هذيك، معناتها تمشي الاموال هذيك لمجرد كونه ما فماش حساب بالعمله الصعبه والحسابات الكل معقوله، حتى كان دخلت معناتها لقينا صيغه اخرى، فانا فهمتني باش تمشي للدائنين فهمتني الاخرين والنادي ماهوش باش يتمتع بها. دخلت الاموال هذيك كنقول لك اسلام، انا على معناتها الموضوع هذا في ذاكرتي لليوم، دخلت الفلوس كيما نقولوا نهار الثلاث نهار الاربعاء، تجبد مبلغ ما قيمته 2 مليون دينار، 2 مليار دوات معناتها، مشات لخلاصات الملاعبيه ولخلاصات يعني الملاعبيه كنقول في كافه الفروع وخلاصه الاداريين وخلاصه الاطار الفني الكل
يعني المبلغ دخل بعد يوم تم سحبه مع مبلغ آخر كما نقوله 600 ألف دينار ضاف لهم 1,400,000 دينار يعني 1,400,000,000 يعني ما جملته تقريب 2 مليار دوات باش خلصوا الناس الكل معناتها وقتها. يعني سليم الرياحي اللي هنا ملاحظ مبالغ في مكتوب ولا حاجه نجم نقولوا صلح غلطه بغلطه معناتها نورمالمون ما يحطش المبلغ كما هكا في حساباته القانون يمنع هكا ولا ما فماش هو غلطه راهو شوف احنا تو في القانون هذا فما تنظير بالشركات التجاريه ولكن راهو الجمعيات وهذا الخلل اللي احنا في قانون الجمعيات والتو معناتها في قانون الجمعيات الرياضيه اللي هو منظر بالجمعيات بصفه عامه لانها خاضعه لكلها المرسوم 2005 وخاضعه للقانون ومش مرسوم 2005 والمرسوم اللي تعمل في 2011 بقينا تحت ظل القانون الجمعيات والحال وانه الجمعيات هذه تسير من طرف اشخاص وهم الوحيدين اللي يصرفوا عليه تو انت هيك شوف انت تو ما انت تو الجمعيات الاخرى الكل تلقى رؤساء النوادي هم اللي يصرفوا تراه حتى المعامله تو اذا كانها ادخال معناتها اموال في حسابات رئيس النادي جريمه حتى اخراج من حساب رئيس النادي جريمه برا شوف الجمعيات الكل تلقى الشيكات تصرف ب معناتها الشيكات نتاع رئيس النادي نتصور أستاذ ارتكستوا على هذا في الدفاع متاعكم على سليم الرياحي نتصور ارتكستوا على هذا معنى اللي كنت تقولي فيه في الدفاع حتى أكثر لا حتى أكثر لا فقط نكمل السؤال متاعي على إيش المحكمة ما اخذتش بعين الاعتبار لكلام اللي تقولي فيه طب المحكمة ما تخذش المحكمة ما تنظر في حد شيء طالما الشخص غايب ومش حاضر لأنه الحكم الغيابي راهو ينحل نقول واحنا بصفة قانونية وهذه توا الناس كل ولا تعرف بمجرد الاعتراض عليه الغيابي هو حكم بروفيزوار سيتان جوجمون بروفيزوار مادام الشخص ما جاش لا نقبل دفاع ولا نقبل اي وثيقه نصدر حكم غيابي في الاقصى زاده معناتها في الاقصى نتاعو ومن بعد كيجي يعترض يتحل الحكم يقدم مؤيداته والمؤيدات موجوده راهي فهمتني هذه والاكثر من هذا راهو في المحاضر اللي موجوده خاطر حضرت جمعيه النادي الافريقي البحث حضر المتصرف المالي نتاع النادي الافريقي واكد كونه في الفتره هذيك راهي الفلوس كانت مضطره اضطرارا لتدخل في حساب السيد سليم الرياحي وهذا قالوه راهو المتصرفين الماليين في النادي الافريقي بما فيهم حتى الكاتب العام وقتها فهمتني حكايه وقال راهو وقتها ما كانش بالامكان انه فلوس نجم تدخل الا بالطريقه هذيك دخلت في حساب السيد رئيس النادي ورئيس النادي ما استحوذش به لنفسه لخاصه نفسه الفلوس هذه مشات للنادي الافريقي من غدوه معناتها استاذ اسكندر الحجامي حبيت فعل معك تفضل مرحبا شنحوالك استاذ يعيشك مرحبا بك. يا استاذ بربي 2015 ولا 2016 انا نعرف انه سليم الرياحي كان بيان اونتوري من رجال القانون والحل اللي حكيت عليه توا كانه حل ترقيعي وحل ماهوش قانوني وهذا اللي تسبب له في اللحظه هذه يا اخي ما كانش فما مراجعه انا ذاك ولا ما كانش يتصوروا باش توصل الامور هكا يعني انت تو حسب ما فسرت لنا استاذ انه غياب السند القانوني اللي نجم يبرر موقف نتاع سليم الرياحي يعني بقات على امور نتاع نوايا كان ناوي ينقذ الموقف كان ناوي انه يسلك الامور وقتها وناتوندون شنو نجم يصير هذا ما صارش يعني الطريقه الحل كما قالك اسلام صلحنا خطا بخطا او انقذنا موقف بخطا قانوني والمشرع التونسي لا ينظر للنوايا بل ينظر للقوانين وانت سيد العارفين كرجل قانون علاش وقتها ما فماش شكون فيق سيد سليم الرياحي يقول له لا راهو هذا غير قانوني راهو نجم يوصل بيك 2024 انك راهو تعاقبك المحكمه سيدي خليني نفهمك في شيء هيا سيدي انا ناكد لك اللي لليوم هو راهو شوف وقت ما فماش شاكي وما فماش متضرر او ما فما حتى حد متضرر فماش ضرر ما حصلش يعني النادي الافريقي متضرر نعم في القضيه هذه النادي الافريقي متضرر النادي الافريقي فلوس دخلت ومشات له لحسابه النادي الافريقي يعني لو سيركوي هو ما تعداش ما يعني توا وقفنا على هذه انه الفلوس يلزم تدخل لحساب النادي الافريقي وتخرج منه هي دخلت لحساب رئيس النادي وخرجت منه مشات النادي الافريقي كما قلت لك الاسباب اللي ذكرت الانترميديير قانوني هذا ولا غير قانوني استاذ يعني من المفروض يمشيوا للكونت النادي الافريقي مباشره من غير حتى وسط وهذه اسمعها مني اذا كان باش تتبع وتركز مع النقطه هذه رؤساء الانديه كلهم من صغيرهم لكبيرهم لليوم تحطهم الكل في الحبس بنفس الشكل لان برا ثبت تلقى فما فلوس تدخل في حساب رئيس النادي في الانديه الكل راه ما نستثني حتى حد من كبيرهم قلتلك لصغير لليوم للساعه هذه وانا نكلم فيك ثبت في الانديه يا اخي ما لها هكا العام فهمتني مشكيوش بهم استاذ
نعم ما شكاوش بهم الحالات اللي ذكرتهم موجودين ولكن ما فما حد شكا في الحاله نتاع سليم الريحي فما شكون شاكي يعني هذا الاشكال اريد كي نحكيو توا احنا الشكايه هي بيدها راهي فيها يعلم ربي شنو هو تحتها وشنو هي الخفايا نتاعها وشكون يحرك فيها النادي ها باش ناكد لك حاجه يا سيدي النادي الافريقي راهو بحضوره وتاكيده كونه الانديه مع معناتها الحسابات معقوله ما عندوش نيه باش والنادي لليوم وريد والله انديفيرون من صدور الحكم لزوز اسباب لانه يعرف حكم غياب بساق على الاعتراض عليه ويقع تصحيح الوضعيه ثم انه النادي راهو النادي كنت حتى عن النادي الافريقي النادي الافريقي راهو نقولها لك انا اليوم توا ماهوش فرحان راهو بصدور الحكم هذا توا النادي الافريقي الحالي راهو ما نحكيلكش نتاع القبل ولا علاش مش فرحان اما النادي الافريقي الحالي علاش استاذ مش فرحان نعم مش سعيد مش فرحان اي علاش تقصد في رئيس النادي معناها انت تاخذ فمن النادي مو موش في رئيس النادي في رئيس النادي والهيئه الحاليه ما همش سعداء ما همش فرحانين بدليل انه النادي هكا قلت لك فما ديفيرونس توتال ما هبطش حتى في الموقع الرسمي معناتها كونه النادي هاو فهمتي معناتها تحكم له مجموعه من الاوائل في العاده ما يهبطوش حاجه من هذا عن طريق شخص انا ما نحبش فهمتي محامي هو مش شخص وما نجاوبش عليه اصلا محامي هو مش شخص احمد التونسي تقصد نعم محامي هو مش شخص معناه محامي شوف معناه شوف انا قلت شخص انت سميه محامي انا قلت شخص هذا صدر عن شخص لانه المحامي ما تحدثش على صفحه الفيسبوك في الحديث الامور هذه ما كي يدخل في صفحه الفيسبوك نتاعو يعمل في الجام وفي الجدار يولي ما عادش معناتها محامي المحامين ما تصرفوا شك فما قضيه لدى القضاء شنو ما تحط الجام والجدار انت استاذ كيفاش قلت لك ما تحطش انت جيم وجادور شنو هذا انا نحط بسيفتي شخصيه انا بلي تبعي انا ما نقدمش روحي على المعامل انا نحط بسيفتي شخصيه كمحب للنادي الافريقي وقتها نعمل شي نحب نحط الجيم ونحط الجدار ونحط نلعب عليه مختار دبوس انت رجل القانون نصور عندك فكره على الوضعيه خلينا ناخذ تعليق من عندك صباح الخير استاذ ومرحبا بك مختار انا ولا يغزل لي في التوجه بتاعي فما حاجات النادي الافريقي كجمعيه وكمحبين وكجمهور نختصوا بهم منها الاختصاص هذه بحب لجمعيتنا منعشنا بالنوبل نتاع العباد اللي تجي للبارك بكذا لكن عندنا حاجات الحقيقه زاد نختصوا فيهم مش موجودين تو الاستاذ فسر لك اهم نقطه قالها الاستاذ كانوا الجمعيات كل تتعامل بالطريقه هذه لكن ما فماش طرف اخر في الجمعيات هذوما ينجم يشكي وراك تشكي راك تحكي على 2015 يا سلام راك تحكي انا 600 مليون نحن نحكيو على 65 مليار تصرفت في النادي الافريقي ماناش باش نحكيو تو استاذ نحن كيفاش تصرفوا مختار اذا كان هو غلط اذا كان هو غلط ما مش خاطر الاخرين يعملوا هكاك يولي صحيح سامحني خلينا نكمل لك حاجه راهو من اللي داولوا على رئاسه النادي الافريقي نبداو من الاب الروحي الله يرحمه والعباد الكل العباد الكل غلطت العباد الكل نحن نحكيو زيادة على شخص كواترو متاعو موجود في البارك توا اسمه سليم الريحي راهو اكثر من هكاكا راك تنجم تستصدر ونحن وانا معاه واي كلوبيوس راهو فما فلوس دخلت للكونت يا خويا ما عادش تحكي لي على خرجت من بعد المحكمه تقولكش خرجت ما نعرفش عليها بكش خرجت مشيت لعائلته ولا كذا انا قاعد نحكي على عبد موجود ديما نغزو للايامات الباهيه اللي عداهم لنا باسكيت هوند فوت ساعه فما حاجات خايبه لا ما نحكيوش لعبت كل تشتهد تعمل باهي والخايب لكن تعرف وين انا بالحق ما تنجمش وقت اللي انت كمحب للنادي سامحني خلينا نكمل الفكره استاذ انت كمحب للنادي الافريقي ناكد لك الاشخاص هذوما اللي حاكيو واللي قاعدين يعملوا في القضايا كان خدموا مع سليم الريحي راهو ما عملوش عدم استدعاهم للعمل معاهم هما اللي خلوا خليني نكمل لك لا تفعل معك مثال لا نكمل لك برك فكرتي مش تكمل هكاك انا وقت اللي تصدر حكم قضائي غيابي ما عنده حتى قيمه راهو قانونيه ما عنده حتى قيمه معناها غدا نجم انا نجي في البلاصه هذه ونعمل لك زاد بوز ونقول لك يا سيدي سليم الريحي خذ عدم سماع الدعوه فك الحكم كان النفاذ العاجل 5 سنين واضح ولا انا المشكله وين معناها نهار تصدر الحكم نهار نخرجوا في البلاتوات ونهارتها نشهروا بالرئيس النادي الافريقي ونهارتها نسبوا يوسف العلمي كي يجي يحب يشجع جمعيته ونهارتها نعملوا كل شيء معناها الحقيقه هذه راي حاجه موجوده كان هنا مانيش مع احترامي لزميلي يخدم على روحه ما عادش في اطار عمله ولا في اطار شكون كلفه كلفته النادي الافريقي النادي الافريقي ما نتصورش كان الاعضاء هذوم الكل خدموا مع سليم الريحي
والعبيد الكل اللي قربت للسيب الريحي بالأستاذ نبيل السبعي بالهيئة القانونية متاعه كذا يعرفوا معدن الراجل هذا غلط وعمل الباهي وعمل الخايب لكن ما نكافيوش ياك يزي ما عنده سليم رياحي من قضايا تبييض اموال قائمه ضده ما تزيد الجدنتي على سليم الرياحي موجود ما ينجمش يدافع على روحه ونزيدوه نحن الراجل غايب عند القضاء وغايب في البلاتوات والعباد الحقيقه غايب عيب علاش تعرف علاش عيب سلام عيب خاطر كان رئيس النادي الافريقي مختار انت تامن انت تامن بالقانون والقضاء ولا إسلام. انا من حقي إسلام. نشكي وفما قضاء يوري شكون غلط وشكون صحيح تفضل استاذ يعيشك بربي خليني نوضح هو الكلام اللي قالوا الاستاذ مختار هذا اللب نتاع الموضوع يعني اذا كان نحوسوا احنا الازمه اخلاقيه بحته ما انت قال لك فما ناس ما حفيت باش تخدم فهمتني واحد لكن نظرا لصغر سنها ولا نظرا لعدم تجربتها ولا كذا ما اتاحلهاش الفرصه باش تخدم وهي خدمه من بعد راهو في الهيئه هذيك اللي قامت بشكايه هي خدمه الناس هذوم بعد ما مشى سليم الريح دونك معقول انا نفهمهم معناتها الحرقه نتاعهم وقتها فهمتني واحد انهم ما خدموش بطبيعه الحال باش تلقاهم هذوما اعداء راهي الكوره تخلق اصدقاء وتخلق اعداء تبقينا انا المرجع نتاعي تعرف وين المرجع اللي قالوا رئيس الهيئة التسييرية متاع النجم الرياضي الساحلي معناتها أنا سمعت كلام الحقيقة كي تلقى في النجم الرياضي الساحلي 75 مليون دينار 75 مليار ديون ولكن تبقينا شي يقول لك الأستاذ السيد شرف الدين راهو فهمتني هز الليتوال البالي آخر ومعناتها من نهبطوش عليه الراجل في ضيق والراجل في كذا ما نكملوش عليه لأنه نواياه وقتها كانت حسنة وقفهم على الإتوال وإحنا ما ناش على استعداد أن من سوى الإتوال كانت نجم رأي الإتوال فهمتني تقدم شكاية في شرف الدين والحال أنه رأى الوضعية مش كيف بالنسبة للنادي الإفريقي هذه أموال صرفت من عند النادي الإفريقي في حين أندية أخرى قروض خذتها ناس بضمان لكن باسم الإتوال يعني دين مثقل على الإتوال أساسا هو النادي الإفريقي الآن اليوم ما هو مثقل عليه حتى شيء هذه ديون كما قال لك احنا ختمة في الاختبار اللي تعمل انه دين موثق يسال 63 مليار لا طلب بهم ولا عنده النية باش يطلب بهم ولا عنده من هنا الغادي معناتها ولكن ناس فما ناس انا هو حتى 63 مليار يشكوا فيهم استاذ راهو لا ما ينجمش تشكيك فيهم لا يقول لك حتى مراقب الحسابات تم تشكيك فيه وحتى الجلسة العامة اللي صارت عليهم المصادقة على التقارير المالية ما تمش المصادقة عليهم لا هذا اختبار اجري باذن من المحكمة الابتدائية بتونس من رئيسها وكل فثلاثة خبراء الاول غالط الثاني غالط الثالث غالط ما لا المحكمة غالط يعني شوف ما نبداوش نهزوا نصبتوا معناتها انا قلت لك فما العديد من الاشياء يا راجل ما انت راه نحكي لك على الاشياء انا نذكر في وقت من الاوقات خممنا باش ناخذوا حفله للنادي الافريقي كنت انا تنقلت للخارج لانه فما فهمتني شكون معناتها عرض هكا نوع من الحفلات لقينا حفله يعني كان الموجود توا عند الانديه الاخرى فهمتني سعرها تقريبا 170 الف دينار ولا 180 الف دينار تونسي قال لي ليش نوى هذا قال لي خلينا الحفلة هذيك راه متكلفة هذيك 800 ألف دينار توسي يعني خريب المليار سومة هذيك بدون بيانسور معناتها مصاريف نقلها وشحنها وكذا يزينا عد أستاذ برابي مش نسأل سؤال برابي لحظة سؤال بركة أستاذ كلمة بركة مش قولها لي لحظة أنهيلك مرافقي الفريق معناتها يعرفوا مرافقي الفريق وقت ما يتنقلوا يمشيوا كما مشينا التندا في كوت ديفوار ولا مشينا لوغندا ولا مشينا الاهلي لعبنا ضد الاهلي المصري ضد فهمتي في عين سخنه وقتها تعرف نقول لك حاجه يعرفوا هما شي يهزوا معاهم مصروف راهو يهزوه هذا ارجون دو بوش يهزوا في 60 الف يورو معناتها ويهزوا في 50 و40 الف دولار معناتها في كل مشي تيزينا بالحكايه نتاع 600 مليون سليم الريحي في حاجه 600 مليون اختارنا منها في استاذ انا كلمه بركه باش نقولها يمكن انت بديت من بدايات سليم الريحي في النادي الافريقي سليم الريحي لو مازال ما تعينش اللي معلومات اللي بلغتني اللي مازال ما تعينش يظل يواصل المليارات يخلص في ديون ومازال مش متسمي على راس النادي الافريقي
الفترة هذيك نحكي مع جمعتين. هي الفترة هذيك جمعتين الفريق المساعد 2 مليارات في هذه الوقت. لا 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 انا 2 مليارات المعلومة اللي عندي 2 مليارات. لا لا هذه ديكلاري راهو راهو تشوف العباد اللي جات مش معلومة حسابات يا حسابات حسابات معناها عباد اللي جاوا لي فورنيسور اللي وقفوا على سليم الرياحي باش يخلصوا معناها دي شيفر وهو ما عندوش حتى ضمان باش يشوف حاجة أخرى نقطة أخرى أستاذ. أنت قلت كلمة اللي كونوا الهيئة هذه مشكورة ماش فرحانة بالحكم. إذا كان نحن نرجع ونقوله باش العباد ما تتأولش كلامنا. إذا كان فما فلوس من ليم لصالح النادي الإفريقي عانينا برشا من أزمة مالية لازمها ترجع النادي الإفريقي. لكن إذا كان زيادة الهيئة هذه تنجم تثبت الهيئة الدفاع على تاع سليم الرياحي وتقول راهو الفلوس هذه دخلت وهي وين تصرفت راهو هذايا هذايا سند براءة سليم الرياحي تنجم الهيئة تتعاون معاه. والله العظيم وبكل صدق الهيئة هذه حضرت راهو للبحث وقالت له الكلام هذا. قالت راهو في الاختبار أصلا قالت المبلغ هذا فهمتني تم موجود راهو الكلام هذا موجود بقينا المحكمة نظرا لكونه حكم غيابي وأنت سيد العارفين أستاذ مختار راهو ما تقبل عليك حتى وثيقة. هذاك علاش شنو نجم يصير توا نلقاو روحنا في حكم غياب. شنو باش تعملوا حاسب اسكندر قالك اسكندر شنو باش تعملوا توا استاذ؟ باش نعملوا احنا قاعدين على بصدد الاستعداد يعني العودة كما اعلن عليها وبطبيعة الحال الحكم هذا باش نعترضوا عليه في نفس الجلسه نتاع الاعتراض مع الحكم الاخر اللي عنده حكم راه محكوم باش تفهم شنو صار فيه السيد محكوم ب 900 مليار دو دينار معناتها راهو 900 مليار محكوم في الحكم راهو هذاك نتاع تبيض الاموال ما انت مش لعبه معناتها اي ما كيفاش العوده باش تكون معناها العوده باش يجي يعترض على الاحكام هذه وتعين جلسه معناتها حاله قدومي هي معناتها فهمتي مطار تعين جلسه يا بتمشي قدام المحكمه ويقدم مؤيداته ومرجح انه المحكمه على ضوء المؤيدات هذيك تخليه بحال صراح ويباشر القضايا نتاعو اللي فهمتي يصدر فيها حكم نهائي حضوري يا حضوري. فما موعد للعوده ولا مازال مش واضح؟ والله يا ما هنا احنا راهو كان نقول لك تو احنا في خلال هالريسونسمون تاع الملفات اللي لقيناها صادره معناتها ضده انا تمام انت واحنا في استعداد وفي اطار استعداد للعوده كي نلقاو يا رجل احكام باسم ناس اخرى. فما سليم الرياحي ياسر موجود في الجمهوريه التونسيه هذا اسمه سليم بن مختار الرياحي لكن سليم بن محمد الرياحي سليم بن محمد الرياحي هذا المقيم في باجة مثلا تلقاه صادر حكم ولكن منشور التنفيذ منشور التفتيش ضد سليم الرياحي اللي نعرفوه لا لا هك شنو هك فادلك استاذ قسما بالله هك معناتها هك وصلت الامور يصير اخطاء ثلاثي يرجعوا لل موجوده الحكايه هذه اسمها معناتها نفس الاسم معناتها التباس يا استاذ تو السيد سليم الرياحي تو تحب تاكد لنا انه في حاله قدومه لمطار تونس قرطاج ما يتوقفش يعني في حال صراح ولا فما ايقاف وثم قال يمشي للمحكمه وبعد يعترف في كل القضايا نحكي مش فقط في القضيه هذه يعني هو تو يدخل تونس ما فماش حتى امكانيه نتاع سليم الرياحي باش يحضر احنا باش كيما نقولوا باش نعملوا اعتراضنا اعتراض باش يكون بتاريخ معين نقولوا مثلا جوتينا فورتكوا واحد جانفي هو يهبط نهار واحد جانفي فهمتني يمثل مباشرة قدام القضايا يعني لكن أستاذ راهو كي باش يهبط راهو عنده معناها عنده مجموعة من القضايا معناها باش يحضر يتقدم في إطار قضية مثلا نتاع النادي الإفريقي ولكن عنده قضايا أخرين في النفاذ العاجل تبييض أموال وغيرها لا لا ما عندوش قضايا أخرى بالنفاذ العاجل عنده هي في نفس الدائرة معناها في الدائرة كاملة باش تنظر في جميع في نفس الدائرة بتنظر في زوج ملفات نفس الدائرة فقط آخر سؤال فماش دات واضح أستاذ العودة هاني قلت لك احنا بمجرد يعني كملوا استعداداتنا لتحضير الملفات هذه بحول الله يكون قادم موعد اقصى قديش على الاقل ناخذ معلومه ما هو 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 يعطينا الاشاره كونه جاهز للقدوم احنا نقدموا مطالب الاعتراض تعين فيهم جلسه يقص هو تذكره الطياره العوده نتاعو واضح يعطيك الصحه شكرا لك استاذ نبيل السبع على تدخلك معنا وعلى كل هذه التوضيحات اللي مدينا بها فقط خلينا ناخذ تعليق من عندكم ثابت ومروان والله يا سليم انا اللي يبقى في الذاكره بتاعي بالنسبه للفتره هذيك نتاع سليم الرياحي هي البطولات اللي خذاها النادي الافريقي في عهد سليم الرياحي 2015 اخر بطوله 2015 عندك برشا بطولات في الفولي في الهوند جكروا في الباسكيت لا الباسكيت الفولي دونك عدت القاب الحقيقه ثابت يبقى زاد التراكم الديون اللي خلاهم سليم الرياحي في النادي الافريقي لليوم يعاني فيهم زاد
بتاتر فما والعباد دفعت من جيوبها وخلصت من جيوبها، فما تركه اوكي فما تركه من عبد السلام اليونسي، لكن فما زاد من سليم الرياحي. من سليم الرياحي بتاتر فما ما نعرفش انا لون التراج نتاعو الهيئه الاجور ثابت الاجور كان ضخمه نتاع هذيك دونك انا سبق حسن النيه بالنسبه لسليم الرياحي، حسن النيه اول تجربه ليه في التسيير دونك سي نورمال وقتها باش يسلموا عليك لي ماناجير والبيرو نتاعو كان نعرف وقتها في اللاك معبي باللي ماناجير وما كانش منصوح بالكدا دونك صاروا عديد الاشكاليات سي نورمال وقت الانسان يبدا يعني بعيد يعني هو من اصله بعيد على تونس وبعيد على التسيير الرياضي دونك فهم برشا كواليس ما يعرفهاش والتعامل بحسن النيه بتاتر مع الاشخاص هذوما بعد الحقيقه صاروا الاشكاليات هذه. اما ما نصورش انا كان سليم الرياحي يعني بين قوسين باش يخدم مخه على 600 مليون كما كان يحكي توا الاستاذ دونك انا كيما حكيت لك العوده سبق ديما حسن النيه بالنسبه لسليم الرياحي. وحاجه اخرى انا الاشكال هذا يلزم يصير التجاوز نتاعو علاش خاطر كل مره وقت تشكي برئيس نادي سابق باش تخسر يعني رجل من رجالات النادي دونك سليم الرياحي مازال موجود رجل اعمال معروف في تونس والبرة دونك نادي الافريقي نجم يسحقه بعد عام بعد الباب بعد عشر سنين نمشي نشد نعمل اللي نحب ونخرج ما يشكيوش بيا هنا تحل الباب زاد يعمل ايش حب انا ما نعرفش انا نحكي لك من وجهه نظر نتاع اول حاجه نتاع فني ثاني حاجه نتاع انسان بعيد برشا على الكواليس نو اللي صار بالضبط الرؤساء شادين الصف هما موجودين برشا رؤساء انت تلوج رئيس انا بالنسبه لي سليم الرياحي كان ناجح في الفتره هذيك مع نادي الفريق فقط كلمه مروان لا جوست برك انا نحب نقدم له تحيه يا سليم الرياحي كنت علاش تحيي فيه لا خاطر قبل كان اتصل بيا وقت في النجم الذي سيح لي باش نجي نادي الفريق ابو اي مروان مشكل مشاكل الفريق ايوا كان ما يطلع في فوس وما طاش لا 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 الحقيقه بون حتى حد اي لحظه سكوب عطيتني كمل كيفاش وقتها وقت البريود انا وقت فانت كونترا في النجم الذي سيح لي واتصل بيا وقتها كان يذول لي مدير رياضي اسامه السلامي اسامه سلامي ما سهلش ربي هذيك كل شيء بالكذبه ما يتبقى علاش ما تمتش حاجه نستحفظ بها الروح يسلم خير علاش فما ليه ما تمتش حاجه اخرى كنت مستعد تلعب في الكلوب ولا شوف سليم باني قلت لك انا موضوع ما نحبش نحكيه علاه بخاطر نخليه ما بيناتي انا وياه المونطون بعيد برشا هو كان مش مشكلة فلوس جمله هو كان متحمس السيد مروان تاج باش يكون في النادي الافريقي وسامه السلامي راه بروفيل مروان كالجرين تو كذا مع جمهور النادي الافريقي وكذا عندك فكره انت على الموضوع وسامه انا في بالي بيه والحقيقه زيد مروان كان متحمس زين هذا مختار لأنه حب مروان للنجم الرياضي الساحلي وإدارة النجم الرياضي الساحلي ضغطت عليه كونه أمره وكان على وذول مروان وذول سنة 90% باش يجي المونطون أكثر برشا مختار والله نحكي على الفلوس مازال الفلوس ما قعدش أصلا معنا جات بروبوزيسيون لكن مروان نحترم الجمعية هذية وأنا وقت عرفت لي مروان معناه من محبين نجم الرياضي الساحلي مسؤول من نجم الرياضي الساحلي قالوا مروان راك تقعد معنا ورانا حشنا بيك رغم انه 90% وصلنا كما جاش التاثير نتاع مسؤول نجم الرياضي الساحلي مروان نتاج كان باش يكون لاعب في النادي صحيح كان باش يلعب في الدربي يعني في وقت من الاوقات ما يتبقى انا قلت لك انا حد لا يشك في سليم الرياحي خدمته وشفت جاب النادي الافريقي من بعد 7 سنين البطوله هذه تتحسب لي هو من ظن شان الجماهير هي ما تكلفت برشا اي مين من ظن يا اخي كي عنده الفلوس خليه يصرف على روحه صار ديو لا مش هو صرف الجمهور بعد قاعد يخلص بعد يخلص انا نقول لك حاجه لكونه الجمهور النادي الافريقي راهي حبه سليم الرياحي مي حاجه في الحكايه هذيا اسلام في المشاكل هذيا والاشكايات ماذا بيا قال الحال مع سليم الرياحي ممكن حبيت الهيئه مشكل وين هو وقتها مشكل وين مروان في الاجور اجور كانت خياليه يعني هذيا هو الاشكال كل لاعب ما يخلصش يمشي يشكي الا تخلط لو لقى ثاني باش تظلم مروان نوعا ما راه في الشامبيونات هذيا كي ما تعملش هكاك ما تنجحش الفرق الاخرى باش تجيب مروان وقت اللي تسير الجمعيه يعني نقول لك انا ريت سليم الرياحي كي ما عملش قوه فلوس راك ما تنجمش تاكل معاهم خبز هذاك اللي هذاك علاش دخلت الفريق في مأزق وقت اللي تسير جمعيه مشاكلها تقعد 9 سنين تبع فيك السنه النادي الافريقي 90% خرجت من مشاكلها سي معناها سي ثابت قال صاروا بعض الاشكاليات مش اشكاليات صاروا كوارث عباد راهم لبسوا سبدريات وخذوا اجور خياليه لذا انا باش نعطي حق العباد اللي جاوا ما بعد سليم الرياحي
راهو ما كانوش تاريكتهم. انت قلت تاريكة عبد السلام اليونسي ولا حمودي، اي فما اخطاء برشا. لا لا لا، سميت عبد السلام اليونسي. لا لا انا اي اللي جاوا بعد سليم الريحي خاصة الكل. منهم الجزائرية والكاميرونيين هذوكم هذوكم اخطاء شخصية، لكن الديون المالية اللي موجودة راهو من تاريكة سليم الريحي. أما حبيت مختار هنا تكون على الهيئة الموجودة بقيادة هيكل تخير، حبيت قبل ما توصل شكيك كانوا فما اتصال مع سليم الريحي ولا لا؟ خاطر مهما كان باش يجي، لا ما كانش سليم الريحي راه ما يتصل بحد، كان بالهيئة الدفاع نتاعو راه في تونس هنا، معناها عنده تواصل كان مع العباد هذوما. النادي الافريقي شنو عنده يعمل توا في الوضعية هذه؟ فوالا هذا النادي الافريقي ما عندوش حكم قانونية قضائية قانونيا باش يعترض السيد سليم الريحي. ما اعترض السيد سليم الريحي باش يخرج فيه منشور تفتيش، باش يولي الحكم هذاك في منشور تفتيش، فهمتني؟ وباش تقعد الاجراءات. يعترض يصبح الحكم هذاك في معدوم، اون ديري ما في شيء، يحضر السيد سليم الريحي مع هيئه الدفاع نتاعو يرافعوا عليه، يقدموا مستنداتهم كما نجم يقعدوا بيدو، كما نجم يطيحوا في الحكم، كما نجم يخلوا سماع دعوه. نحترم استماتك في الدفاع عن صديقك سليم الريحي يا مختار دبول. انا اي عبد، انا في النادي الافريقي اي عبد فرحني في نهار ببطوله ولا بكاس ولا بدربي راني نكون معاه، خاصه كيف بدا صاحبك، خاصة دربي مش كيف ده صح. باهي نمشيو في موسيقى بعد نكملوا بقية الحصة متاعنا اليوم.